وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن بلاده سترسل 4 أنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة من طراز هيمارس إضافية إلى أوكرانيا ضمن الحزمة التالية من مساعداتها الأمنية لكييف التي سيتم الإعلان عنها رسميا في وقت لاحق. وقال أوستن أن الولايات المتحدة ستطرح في وقت لاحق من الأسبوع الحالي حزمة السحب الرئاسية المقبلة للأسلحة والذخيرة والمعدات لأوكرانيا من مخازن البنتاغون، والتي ستشمل 4 أنظمة صواريخ هيمارس إضافية، حيث أكد أن الأوكرانيين يستخدمونها بشكل فعال للغاية وأحدثت فرقا كبيرا في النزاع العسكري. وأضاف أن حزمة المساعدات الأمنية التالية ستشمل أيضا المزيد من قاذفات الصواريخ المتعددة MLRS وذخيرة المدفعية. وذكر بالالتزام الذي أعلنته الولايات المتحدة خلال اجتماع بروكسل بتقديم مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة تتجاوز 2,600,000,000 دولار، مضيفا أن أكثر من 30 دولة أرسلت مساعدات عسكرية فتاكة إلى أوكرانيا. The Ukrainians have made excellent use of HIMARS, and you can see the impact on the battlefield. But Russia is keeping up its relentless shelling, and that's a cruel tactic that harkens back to the horrors of World War I. So Ukraine needs the firepower and the ammunition to withstand this barrage and to strike back at the Russian weapons launching these attacks from inside Ukraine's